ازيكم يا اصدقائي؟ ماما ايه ده؟ ده جليد. بخي بس هيفك الجو. يفك الجو؟ هيفك الجو، هيفك الجو، هيفك الجو، هيفك الجو. جليد معطر الجو من 1980. جليد بيفك الجو من جيل لجيل. مش كل كسبان نجم، بس الكل ممكن يكسب مع ماي دير، علشان لو اشتريت تكييف وصورت فاتورته وبعتها لنا ممكن تكسب وتشوف نجوم مانشستر سيتي في استاد الاتحاد في انجلترا، او تكسب اير فراير او تكييف من ماي دير. يومياتي العزيزة، أتعلمين؟ لقد كنت على بعد نقطتين من إظهار هويتي الحقيقية للقط الأسود.